الروحية سواء القداس أو أي مناسبة روحية. بنقول لسيدنا أهلا وسهلا بنيافتك، وسيدنا برضه هيكلمنا في الليتورجية والموقف الخادم والخادمة من الليتورجية. إذا كانت الليتورجية هي كل حياتنا وهي العصب أو العمود الفقري للإيمان أو للتعليم الكنسي، فإذا بلا شك إن الخادم والخادمة ليس بعيدين عن الإيه؟ خدمة القداس والليتورجية، ودي من أهم الإيه؟ الأمور التي تساند وتدعم عمل الخادم، لأن الخادم هياخد ويشرب وياكل من الليتورجية ويدي لأولاده. فطبعا بلا شك هنقول إن الخادم دايما قريبين من القداس والمناسبات الكنسية والعمل الليتورجي. بنرحب بسيدنا وكمان في وجود معانا قدس أبونا موسى وأبونا أنطونيوس وأبونا شنودة مدينة النور. يا أهلا وسهلا، الحمد لله بالسلامة، وربنا يبارك حياتكم، ونصغي كلنا أذان صاغية لسيدنا الأنبا مكاري. بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. تحل علينا نعمته الابد الابدين وطهر الظهرين امين. في بدايه احب اشكر كتير جدا سيدنا نيافه الانبا مرتيروس على محبته الكبيره لي ولا دعوته الكريمه لي النهارده في هذه الكنيسه المباركه عشان اخد بركه الخدام وبركه الكنيسه المباركه. الحقيقه سيدنا اخ وصديق واب، وانا اعرف سيدنا من اكثر من يعني 25 سنه، لأنه سيدنا حضر رهبنتي وأنا في دير البراموس، وكان هو ربيطة دير السريان، فطبعا تربطني بسيدنا صداقة كبيرة جدا ومحبة كبيرة جدا. يعني الله يخليك سيدنا، الله يخليك. فطبعا محبة سيدنا كبيرة جدا، والحقيقة لما جيت شبرا طبعا حبيت أخذ خبرات الأسقفة اللي خدموا في المنطقة جنبي، فأول واحد خدت خبرته وما بخلش عليه بأي حاجة هو سيدنا أنبا مرتيروس. طبعا بشكره كتير جدا، وهنتكلم النهاردة كده كلمة صغيرة عن الخادم وحياة الليتورجية. بس أنا عايز أقول قبل الموضوع كله أنه دارس الليتورجية زي ما قال سيدنا الليتورجية شيء مشبع جدا حياة الكنيسة، فدارس الليتورجية بيحتاج حاجات كتيرة جدا. بنسميه كده المتخصص في الليتورجية كشكول، كشكول معلومات. ليه؟ لأنه لازم يعرف، أول حاجة لازم يعرف عمق لاهوتي. ليه عمق لاهوتي؟ لأن الليتورجية بتشرح إيمان، إيمان عقيدي ولاهوتيات. فدارس الليتورجية لازم يكون قوي لاهوتيا، لأنه الحقيقة الآباء ما حطوش أي تعبير في الليتورجية، لا ده اختاروا تعبيرات معينة وحطوها عشان تشرح إيمان الكنيسة. مش كده وبس، وظهر في القرن الرابع نصوص كتيرة جدا، نصوص قداسات مثلا وصلوات. نسمع عن القداس للقديس باسيليوس، القداس للقديس غريغوريوس، القداس للقديس كورولوس، ده مثلا في كنيستنا، القداس للقديس يوحنا ذهبي الفم مثلا عند الروم. الله كل ده ليه؟ وش معنى القداسات حملت أسماء أباء بطاركة من القرن الرابع؟ لأنه الأباء دول كانوا معلمين للكنيسة الجامعة، واستطاعوا أن يصيغوا الإيمان الحقيقي في صورة عبارات، وعرفوا يشرحوا الإيمان. طب شرحوه فين؟ أهم مصدر يشرحوا فيه الإيمان وأصدق مصدر هي النصوص الليتورجية. فابتدوا يردوا على الهرطقات، يردوا عليها فين؟ من خلال الليتورجية. لما أريوس حب
ينشر بعد البدعة بتاعته، فألف قطع سماها سالية، وابتدى عبارة عن قطع ملحنة عشان الناس تحفظها. راحوا أباء الكنيسة ابتدوا يعملوا قطع وحطوها في نصوص الصلوات الليتروجية بترد على كل عقائد غير سليمة. عشان كده دارس الليتروجية يفهم أنه الليتروجية فيها تعليم لاهوتية عميقة جدا بتشرح إيمان الكنيسة. دي نقطة مهمة لازم نبقى عارفين بعدها إيه. على سبيل المثال عشان تعرف قيمة الليتروجية من ناحية التعبيرات اللاهوتية، يعني لما أنا اختلف في تعبير لاهوتي أبسط حاجة أقول طب نرجع للليتروجية قالت إيه؟ نصوص الليتروجية عندنا قالت إيه؟ يعني على سبيل المثال القداس بيشرح حقائق إيمانية هامة جدا. أول صيغ للإيمان، أول صيغ للإيمان ظهرت للمعمودية في نصوص الليتروجية. قبل ما الشخص يعمد لازم يقول صيغة إيمانية، يؤمن بالآب والابن والروح القدس. فأول صيغ بدائية للإيمان في كل العالم المسيحي ظهرت في طقس المعمودية في الليتروجية أو في الليتروجية المعمودية. مثلا طقس القداس بيشرح مفاهيم إيمانية مهمة جدا. تلاقي مثلا على سبيل المثال يعني للحصر، طبعا القداس مليان بتعبيرات لاهوتية عميقة جدا. لما يجي يتكلم عن في القداس البسيلي عن كلمة تجسد وتأنس، تجسد يعني أخذ جسد، وتأنس يعني صار إنسانا، إيه صار إنسانا مثلنا شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. طبعا ده كان رد لبدعة. البدعة بتقول إيه بتاعت أبولونيوس؟ إنه المسيح لم يتخذ روحا إنسانيا، اللاهوت حل محل الروح الإنسانية. طب الكنيسة حبت ترد عليه، فجه القداس البسيلي لخص لنا المفهوم في نقطتين مهمين جدا. تجسد يعني أخذ إيه؟ جسدا. وصار إنسانا، وتأنس أفئر رومي وصار إنسانا، ده اللي شرحه الكتاب المقدس شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية إيه؟ ما خلى الخطية وحدها. يبقى شوف تعبير بسيط جدا في القداس، إحنا عمالين إيه؟ نصلي كل قداس، لكن هو تعبير لاهوتي عميق جدا. كل الحكاية بيشرح إيمان الكنيسة المعاش أن المسيح تجسد أخذ جسدا وصار إنسانا كاملا شبهنا في كل شيء مع خلى الخطية وحدها أو مع ذا الخطية وحدها. ده عبارة لاهوتية بسيطة شرحها إيه؟ القداس. اللي بيحضر قداسات كتير واللي عاشق للليتروجية يعرف مثلا لما يسمع قداس زي القداس الغرغوري طول القداس يتكلم عن صفات الفادي. الفادي المخلص ده لازم يكون شكله ايه؟ صفاته ايه؟ صفاته اللاهوتية ايه؟ يقول له غير المدرك، غير المحوي، غير المستحيل، غير الزمني، كلها عبارات لاهوتية. حتى في التسبحة نقول غير الزمني صار ايه؟ صار زمنيا، اللي فوق الزمن. العبارة الليتروجية تقول له ايه؟ يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. دي عبارة بتشرح لاهوت. بتشرح لاهوت ازاي؟ ان المسيح هو غير متغير، يقول لك اتريبتوس، غير المتغير. فدي كلها عبارات دقيقة ومركزة واتفق عليها الآباء شرقا وغربا وحطوها فين؟ في نصوص الليتروجية. فأنا لما أحب أرجع لنص حقيقي ونص دقيق أقول بس الليتروجية قالت إيه؟ وهناك قاعدة هامة جدا على كل خادم لازم يفهمها، طالما احنا بنشرح إيمان
وبنشرح حقائق لاهوتية. ما أؤمن به هو ما أصلي إيه؟ ما أصلي به. لازم اللي بأؤمن به بخرجه في سور الصلوات، فلازم الإيمان والتعبيرات تكون سليمة عشان الصلوات تكون إيه؟ أرثوذكسية وسليمة. تلاقي مفاهيم السر، مفاهيم الإيمان تشرحها الليتروجية. نفضل نقعد نشرح محاضرات طويلة للشعب المسيحي ونقول له خلي بالك في سر الإفخارستية، الذي يقدس والذي يحول الأسرار هو مين؟ هو المسيح نفسه، هو رئيس الكهنة الأعظم. ويقعد القديس يوحنا ذهبي الفم يدي أقوال ويدي تعاليم جميلة ويقول للناس خلي بالكم، اوعى في يوم من الأيام تقول ان انت بتتناول من ايد انسان، لا، دي نفس الايد اللي قدمت للرسل في العشاء الكبير يوم الخميس العهد وقالت خذوا كلوا هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي، هي نفس الايد اللي في كل قداس بتقدم لك وتقول لك خد كل، ده جسدي، خد اشرب، ده دمي. يقول لهم قديس يوحنا بعد ما يشرح عظة طويلة ويقول لهم صدقوني، صدقوني انها نفس اليد. اوعى تقول في يوم من الايام ان اللي ناول التلاميذ كان يد الهية واللي بيناولك يد انسانية، هي نفس الايه؟ نفس اليد. ويجوا علماء الليتروجية يفضلوا يشرحوا ويقول لك اليد المنظورة واليد الغير منظورة، اليد المنظورة هي يد مين؟ الأب الكاهن، واليد الغير منظورة هي يد الايه؟ يد المسيح نفسه. وبعدين يشرح آباء الكنيسة، يشرح القديس أغناطيوس ويشرح القديس يوحنا ذهبي الفم ويقول لك الكاهن يعير صوته ويعير يديه للمسيح عشان يتمم بيهم الايه؟ الأسرار. تيجي الليتروجية والراجل العاشق الليتروجية وبيسمعها كل يوم يسمعها في سطر واحد، ايه هي؟ يقول له يا الذي بارك في ذلك الزمان الآن أيضا ايه؟ بارك. يبقى أنت مين اللي بيبارك؟ المسيح. يا الذي قسم قال أيضا أي قسم، يا الذي قدس يا الذي أعطى اعطينا وكل ايه؟ وكل شعبك. فيفضل الآباء يشرحوا يشرحوا وبعدين يلخصوها في كلمة واحدة، جملة واحدة معاشة، الشعب كل قداس عمال ايه؟ عمال يردد مفاهيم وحاجات كتيرة جدا. فتلاقي القداس مليان بالتعبيرات اللاهوتية، يتكلم عن لاهوت الابن الوحيد في صلاة الاستدعاء، يقول له ليحل روحك القدوس علينا بالقنوم وليس كالايه؟ كالخادم. ويبتدي يشرح يقول له الرب المحي، يعني بيتكلم عن صفات الروح القدس، كلها أمور لاهوتية. عشان كده بنقول دارس الليتروجية لازم يكون متعمق لاهوتيا وبيعرف المنابع اللي يستقي منها التعبيرات اللاهوتية الدقيقة. لما يجي واحد يتكلم عن طبيعة المسيح والكريستولوجي والمحاضرات الصعبة جدا يقرأ الإبسلمودية، تلاقي الإبسلمودية لخصتها في كلمات بسيطة، تقول له هو واحد واحد من اثنين، لاهوت كامل وناسوت ايه؟ ناسوت كامل، لاهوت كامل وناسوت كامل، بس هو واحد من ايه؟ من اثنين، مساوي لنا كالايه؟ كالتدبير. يعني هو بيشرح القصة كلها والتعبير كله في جملة ايه؟ جملة بسيطة، ونفضل نرددها في كل ايه؟ في كل تسبيح. دارس الليتروجية طبعا لازم يبقى عارف أقوال أباء. ليه أقوال أباء؟ لأن الليتروجية دي عبارة عن إيه؟ أقوال أباء. كل أباء الكنيسة المعلمين، أثناسيوس الرسولي، القديس كورولوس السكندري، القديس باسيليوس، القديس غرغوريوس، الأباء اللي بنسميهم منارة في التعليم اللاهوتي، وعملوا أقوال أباء كتيرة جدا. الليتروجية بتلخص أقوالهم، لأن أقوال الأباء ليست بعيدة عن الليتروجية، لا، دول هم عاشوا الليتروجية
وعاشوا إيمان صاغوه في الليتروجية وشرحوه في أقوال الآباء. يبقى أقوال الآباء هي الأقوال المشروحة واللي هي ليست بعيدة عن إيه؟ عن الليتروجية. تلاقي مثلا دارس الليتروجية لازم يكون قوي في تاريخ الكنيسة. ليه في تاريخ الكنيسة؟ عشان يعرف المصطلح ده دخل إمتى وكان بيرد على إيه وإيه المشاكل اللي كان في العصر ده وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا مشابهة ليه، فنبقى عارفين الرد جاهز إن الكنيسة اختارت العبارات دي عشان ترد للبدعة دي. لأنه أحيانا نردد وإحنا مش فاهمين، وبعدين لما تظهر حاجة مشابهة ليها نقول له لا إحنا مش عايزين مجادلة، الآباء ردوا وطلعوا لنا الكلام ده فين؟ في الليتروجية. يعني مثلا من العصر الرسولي الأول كان فيه مجادلات وكان فيه هرطقات حتى في عصر القديس أغناطيوس الأنطاكي. القديس أغناطيوس الأنطاكي ده مثلا كان في القرن الأول الميلادي واستشهد سنة 107 ميلادية، يعني عاصر الآباء الرسل، وكان استشهاده استشهاد عجيب جدا، عشان كده يسموه السيوفورس أو حامل الإله. كتب 7 رسائل مهمة جدا، منها رسائل لترجية، يتكلم عن الأسقف الواحد والمسبح الواحد والذبيحة الواحدة، يتكلم ويقول لهم مثلا، يقول لهم خلي بالكم في ناس طلعت بدعة. ايه البدعة دي؟ بتقول ايه؟ بتقول ان المسيح ما خدش جسد زينا، ده جسد ايه؟ خيالي. طب وبعدين نتيجة البدعة دي ايه؟ قال وبالتالي هما ما بيتقدموش لسر الإفخارستية. ليه؟ يعني لا يتناولون من جسد الرب ودمه. يعني بدعة ظهرت وترتب عليها ممارسة كنسية. فراح القديس أغناطيوس رد عليهم وقال لهم الإفخارستية هي ترياق عدم الموت. أشوف لخص إيمانه كله في كلمتين، ترياق عدم الإيه؟ عدم الموت. نيجي مثلا أبونا يلخص الكلام ده وإحنا بنقوله، يقول جسد ودم عمانوئيل يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول إيه منه. يعني هو نتيجة البدعة ونتيجة إن في مشاكل ظهرت من بعض الناس الغنوسيين، وابتدى هو يرد عليهم وابتدوا يمتنعون عن الإفخارستية، فقال لهم لا، ده الإفخارست من يمتنع عن الإفخارستية يمتنع عن الحياة. ليه؟ يقول لأن الإفخارستية هي دواء الخلود أو ترياق عدم الموت، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة. يبقى الإفخارستية بتعكس إيمان الناس، الإيمان المعاش، والأهم الأهم الإيمان المسلم. يعني القداس بنفضل نصلي كل ايه؟ كل يوم على عبر العصور، الجيل اللي بعدين هيصلي والجيل اللي قبلنا صلاه. يبقى انا الايمان محفوظ، محفوظ فين؟ في الصلوات اللي انا بصليها في الليتروجيه كل ايه؟ كل يوم. يبقى لما يجي حد يشككني في اي تعليمي اقول له لا، التعليم اللي انت بتقوله لي ده مش ده اللي انا بصليه كل يوم فين؟ في الليتروجيه. لا بصلي في الإجبية ولا بصلي في الإبصالمودية ولا بصلي في الأسرار ولا بصلي في القداس في طقس الإفخارستية. فتلاقي الناس حتى القدام البسطة جدا، يعني ناس طبعا أجدادنا، يعني ممكن بالرغم أنهم ما درسوش لا في كليات لاهوت ولا قروا الكتب، لكن لما يسمع تعبير غريب يقول لك لا، مش ده اللي أنا بصلي إيه، مش ده اللي انا بصلي بيه، اللي انا بصلي بيه انا فاهمه وعايشه. فاصبحت الليتروجيه ايمان معاش.
تعطي تسليم للكنيسة، تسلمتم من الرب ما سلمتكم إياه، يبقى في تسليم، جيل عمال يسلم جيل، جيل يسلم جيل. نرجع تاني للليتروجية وأقوال الآباء، تلاقي إنه دارس الليتروجية السكندرية بصفة عامة يعني يقول لم تخلو عبارة من دفاع القديس أثناسيوس في الليتروجية الإيه؟ الليتروجية القبطية. ماله القديس أثناسيوس ده؟ يقول ده كان معلم الأرثوذكسية العظيم، الشخصية الأكثر مهابة في التاريخ الكنسي زي ما قال عليه المؤرخ سوزومين. طب عمل إيه؟ كل واحد حتى القديس باسيليوس ولا القديسين أخذوا من عبارات أثناسيوس الرسولي وصاغوها فين؟ في الليتروجية. طيب خلي بالك ان الخادم لازم يعرف مصادر التعليم، الخادم لازم يعرف مصادر التعليم. ايه مصادر التعليم بالنسبة لنا؟ طبعا القديس ماري مرقس لما جه مصر اول حاجة اهتم فيها بالتعليم، فانشأ مدرسة لاهوتية، يعني فهم أهمية التعليم الكنسي، وفهم إن التعليم الكنسي لازم يتم من خلال إيه؟ من خلال الكنيسة، مش من خلال أي إيه؟ أي حد تاني. عشان كده نصت الدسقولية وقالت إذا أتيت إلى الكنيسة فلا تتأخر. ما ممكن واحد ياخد مصادره من مصادر كتيرة جدا، وممكن واحد يدخل لك كلمة هنا، واحد يدلك معلومة خاطئة هنا. قال لا، عايز تاخد تعليم سليم لازم تاخده من فين؟ من الكنيسة. الكنيسة هي مصدر التعليم. ده مين اللي قال كده؟ الدسقولية قال إذا أتيت إلى الكنيسة فلا تتأخر. ليه؟ يقول لأن الكنيسة هي المكان الذي به التعليم المستقيم، فيه يعطي الروح القدس ما هو لفائدة الإيه؟ ما هو لفائدة السامعين. فالقديس ماري مرقس كأول مدبر زي ما احنا بنصلي في صلواتنا النور الأول والمدبر لكل كرة مصر، وكروز الديار المصرية زي ما بنصلي في صلواتنا، عمل أول مدرسة لاهوتية. ليه؟ لا، لازم التعليم يتم من خلال الإيه؟ من خلال الكنيسة. تاني حاجة أدرك أهمية الكتاب المقدس، فسب لنا ايه؟ انجيل بحسب القديس مين؟ مرقس. تالت حاجة سب لنا ايه؟ قداس، اللي هو القداس الايه؟ المرقوسي، اللي بعد كده القديس قرولوس السكندري خده وابتدى ايه؟ يزود فيه بعض العبارات، زي طول صلوات الاواشي شوية، عمل مردات للشماس، عمل تعبيرات لاهوتية بترد على بدع كانت موجودة في ايه؟ في عصره. عشان كده نلاقي واحد زي ابن كبر يقول القداس الكرولوسي الذي واضعه هو القديس مين؟ ماري مرقس الرسول. زي ما قلت لكم مصادر التعليم الهامة جدا في الكنيسة الكتاب المقدس، أنفاس الله. طب وبعدين الشروحات بتتم من خلال مين؟ من خلال الآباء. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لما جه الرسل اجتمعوا قال رأى الروح القدس وإيه؟ ونحن، يعني الروح القدس بيعمل في الكنيسة وأباء الكنيسة. عشان كده الراجل اللي بيسمع الليتروجية يسمع دايما حاجة اسمها تقليد قديم في الكنيسة اسمه أوشية الأب البطريرك، أو أوشية الأب البطريرك وشريكه في الخدمة الرسولية الأب الأسقف، ده في القداس البسيلي. لكن في القداس الكرولوسي بيبقى فيه أوشية للأب البطريرك وبعد كده جزء الأب الأسقف. طيب تقول له إيه؟ الكنيسة تصلي له، تصلي له الإيه؟ يقول له مفصلا أو مفصلا، شوط لإما يقطع أو يفصل. مفصلا كلمة الحق بإيه؟ باستقامة، راعيا شعبك بطهارة إيه؟ وبر. عايز يقول له ان التعليم يبقى من خلال الكنيسه ومن خلال الاب البطريرك
ومن خلال المجمع المقدس ومن خلال الأب الأسقف. عشان كده تلاقي تعبيرات القديس أغناطيوس يقول لك عن الأسقف أنه مستودع الروح الإيه؟ القدس. الروح القدس بيملاه وهو يعلم شعبه كمسؤولين للتعليم. فالكنيسة تعمل إيه؟ كلها تصلي له. وده مبدأ إنجيلي. القديس بولس الرسول يقول لهم إيه؟ وهو راجل فيلسوف وعالم وكارز، ويعني من الشخصيات العظيمة في الكنيسة، يقول المؤمنين صلوا لي. نصلي لك ليه؟ يقول حتى يعطى الله كلمة عند افتتاح الإيه؟ عند افتتاح الفم. يبقى الخادم اللي ترجي فاهم أنه مفروض أنه ما يعلمش من أراءه الشخصية، ولكن يعلم إيمان الإيه؟ الكنيسة. ومين اللي بيملاه؟ الروح القدس يملاه بإيه؟ بكلام الكنيسة وتعليم الكنيسة وأفكار الكنيسة. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة، وإن يستمر التعليم كتقليد رسولي إلى إيه؟ إلى جيل فجيل. فيجي واحد زي القديس إيرينيوس المعروف بأبو التقليد الكنسي، يؤكد على التسليم في الكنيسة ودقة التعليم في الكنيسة والتقليد في الكنيسة. احنا بنسميه القديس إيرينيوس المعروف بأبو التقليد الايه؟ الكنسي. خلي بالك، دارس الليتروجية لازم يبقى فاهم مفهوم التقليد كويس قوي، لازم يبقى فاهم مفهوم التقليد كويس قوي. يعني ايه تقليد؟ ده ايمان انا عشته، مش انا قريته نظري، لا ده انا عشته وبعد ايه كده بعمل ايه؟ بسلمه لولادي، ولادي هيسلموا للي بعديهم واللي بعديهم، من جيل الى ايه؟ من جيل الى جيل. فيقول ضمان سلامة التعليم هو التعاقب الرسولي للأساقفة. نلاقي مرمرقس سلم إنيانوس، إنيانوس سلم اللي بعده، بعد كده لحد ما جه للبابا أثناسيوس، وبعدين البابا أثناسيوس سلم اللي بعده، وبعدين جه للبابا كرولوس عمود الدين. فلما البابا كرولوس عمود الدين هاجموه شوية في لقب سيئوتوكوس، قال لهم خلي بالكم أنا خدت هذا اللقب من مين؟ استلمته من مين؟ من اللي قبلي. من مين اللي قبلك؟ قال لهم من المغبوط أثناسيوس. أثناسيوس قال هذا اللقب، وقبل كده سوفيلس، سوفيلس، وبعد كده قبله أثناسيوس، وبعد كده الآباء طبعا. فصار الإيمان مسلم. خلي بالك في نقطة مهمة جدا، الإيمان هو إيمان مسلم مرة واحدة للقديسين. كيف تسلمنا الإيمان؟ من خلال التقليد الرسولي، من خلال التقليد الإيه؟ الرسولي. بس ده مش نظري، ده تقليد إيه؟ معاش. طب إيه هو التقليد الرسولي؟ الكنيسة فهمت الإعلان الإلهي من خلال الإيمان والتقليد الرسولي. زي ما قلت لكم إنه الكنيسة عندها مصدر الكتاب المقدس، شروحات الآباء. طب أي شروحات الآباء؟ يقول ما أجمع عليه آباء الكنيسة. نيجي لمصدر آخر مهم جدا، هو الليتروجية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. الليتروجية تعبر عن الإيمان المعاش للكنيسة، والمحتوى الإيماني في الليتروجية هو محتوى إيماني سليم بحسب إيمان الكنيسة. والصلاة في الكنيسة، الصلاة الليتروجية، هي صلاة معبرة عن إيمان وأحاسيس وفهم الشعب القبطي أو فهم الشعب المسيحي للإعلان الإيه؟ للإعلان الإلهي. عشان كده لما الآباء حبوا يعرفوا كلمة ليتروجية قالوا إيه هي الليتروجية؟ طب ندرس النص كده أو الكلمة تاريخيا. أول حاجة من جهة اللغة، من جهة اللغة جاية من مقطعين،
المقطع الأولاني ليتو والمقطع الثاني إرغون، يعني الليتروجية هي عمل الإيه؟ شعب. أنهي شعب؟ شعب المسيح، شعب الكنيسة، الشعب كله يردد صلاة واحدة بإيمان واحد بمفهوم واحد. أنا ما بصليش صلاة وفي دماغي حاجة واللي في جنبي دماغه حاجة، لا، كلنا بإيمان إيه؟ واحد وفكر واحد اللي هو إيمان الكنيسة، وصوت واحد هو صوت الإيه؟ صوت الكنيسة. ده مفهوم الليتروجية، ده الكلام ده من جهة اللغة. طيب من جهة التاريخ، يقول من جهة التاريخ الكلمة أساسا كانت بتستخدم قبل المسيحية تعبر عن خدمة، خدمة إلزامية زي خدمة الجيش، خدمة الملك. طب وإحنا خدناها إزاي؟ خدناها تعبر عن إيه؟ عن خدمة زي خدمة الأسرار، خدمة القداس، خدمة المعمودية. فالليتروجية تعبر عن إيه؟ عن خدمة. لما دخلت في العهد الجديد صارت الكلمة تعبر عن كلمة، أو العهد القديم عن كلمة عبادة، أو وجدت في الترجمة السبعينية تعبر عن الفعل العبري عبودة، يعني يعبد. فأصبحت الكلمة بتعبر عن كلمة إيه؟ عبادة. طب وإيه مفهوم العبادة بقى؟ مفهوم العبادة بحسب تعبير الآباء اللي هم علماء الليتروجية قالوا هو رد فعل بشري من الإنسان على إيه؟ على الإعلان الإلهي. طب جابوا الكلام ده منين؟ يقول بعد كل إعلان إلهي وجدوه في الكتاب المقدس كان رجل الله يقدم إيه؟ يقدم عبادة. على سبيل المثال إبراهيم يشوف رؤية يعمل إيه؟ يقيم مسبحا للرب. يعقوب أب الآباء يشوف رؤية اللي هي السلم، عمل إيه بعد كده؟ عمل إيه؟ أقام مسبح للرب، جاب أو أقام عبادة. عمل إيه؟ جاب حجر وصب زيت وقال المكان ده إيه؟ مكان مقدس. المكان ده أنا هسميه بيت إيه؟ بيت إيل. وأنا لما هرجع لو ربنا اداني عمر كده يعني هقيم مسبحا للإيه؟ مسبحا للرب. زي ما قلت لكم الليتروجية هي إيمان معاش بحسب القديسين، ولا يستطيع الخادم أن يعلم في الكنيسة خارج الليتروجية ولا خارج الإيمان المسلم من إيه؟ من الآباء. سلامة التعليم. طبعا نحن نحتاج إلى خدام واعيين كنسيا، وعشان يبقى واعي كنسيا يبقى لازم يبقى واعي إيه؟ لترجيا، فاهم كل كلمة وعايش كل كلمة، ده الأهم. ده احنا عندنا مثال حي في القرن العشرين، مثلا البابا كيرولوس السادس كان عاشق للترجية، ممكن ما وعص ولا كلمة لكن حياة الليتروجية صارت عظة لإيه؟ لجيلنا والجيل اللي بعدنا، وهيبقى للجيل اللي بعدنا لأجيال كثيرة نتيجة فهمه للليتروجية، معايشته للليتروجية، حياة الليتروجية. زي ما قلت لكم الليتروجية إيمان معاش مسلم بحسب الإيه؟ بحسب القديسين. في ارتباط قوي جدا بين الليتروجية وبين التقليد الكنسي. يكفي نقول جملتين مهمين جدا. الجملة الأولانية قالها معلم الأرثوذكسية العظيم القديس أثناسيوس الرسولي، قال كده: فلننظر إلى تقليد الكنيسة وإيمانها، فلننظر إلى تقليد الكنيسة وإيه؟ وإيمانها. الذي سلمه الرب لمين؟ للرسل. يبقى اللي انا باخده ده انا ما خدتوش من دماغي، لا، ده حتى معلمنا القديس بولس الرسول اتكلم عن حاجتين من جهة التسليم. الحاجة الاولانية ما يخص الايمان والعقيدة بموت المسيح المحيي وألامه المحيية
وقيامته. قال لهم تسلمت من الرب ما سلمتكم إياه، إنه المسيح عمل إيه في الليلة الأخيرة أو قبل كده، إنه هو صلب من أجلنا وأقيم لأجل إيه تبريرنا. يعني استخدم العبارة عن شرح مفهوم الصلب والإيه والقيامة، واستخدم نفس التعبير لما اتكلم عن الإفخارستية. قال لهم في الليلة الأخيرة أخذ إيه خبزا وشكر وقال خذوا هو لإيه جسدي. يبقى في ارتباط بين الليتروجية وبين الإيمان، في ارتباط بين الليتروجية وإيه والتقليد. فجاء القديس أثناسيوس قال لهم كده، سلمه الرب لمين؟ للرسل، وبعدين كرزوا به الرسل، وبعدين يقول حفظه الآباء. عشان كده احنا بنرجع لإيه؟ لشروحات الآباء. لما يجي واحد يتكلم في نقطة جدلية أقول له بسيطة جدا، ما نزعلش، تعالوا نشوف الآباء في القرن الأول فهموها إزاي، بلاش عاشوها إزاي في الليتروجية، بلاش، شوفوا القرن الثاني، شوفوا القرن الثالث، شوفوا القرن الرابع، شوف إجماع الكنيسة على الكلام ده. ما تجيش انت بعد 17 18 قرن يقول لك لا 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 احنا ممكن ايه، اصل هم فهموها بطريقه. لا طبعا، ده تسليم، ده ايمان. فيقول كرزوا به الرسل وحفظه الاباء، وبعدين يقول الكنيسه تاسست ايه على التقليد، وقد تاسست الكنيسه عليه. وبعدين قال كده، ومن لا يؤمن به لا يستحق أن يدعى إيه؟ مسيحيا. ومن يسقط منه لا يستحق أن يدعى إيه؟ مسيحيا. ده قديس أثناسيوس اللي بيقول. قديس باسيليوس في كتابه عن الروح القدس سأل سؤال كده وقال إيه الفرق بين الهرطقة وبين المؤمنين؟ ده القديس باسيليوس الكبير معلم المسكونة، إيه الفرق بين الهرطقة وبين المؤمنين؟ قال إن الهرطقة يطلبون الأسانيد المكتوبة ويهملون التقليد الشفوي كأنه بلا إيه قيمة. الحياة المعاشة فين؟ الكنيسة عاشت إزاي؟ أدلها 21 قرن كده عايشة من دماغها، ولا كانت عايشة بإيمان أيام الشهداء وأيام الرسل وأيام الآباء الرسوليين؟ طبعا كانت عايشة، عايشة بإيمان حقيقي، عايشة بإيمان قوي، عايشة بإيمان طلع قديسين وشهداء بنفتخر بيهم لحد دلوقتي، ماري جرجس وماري مينا وبوسفين. الله، دول كل دول طلعوا من امتى، من فين؟ يقول من تقليد الكنيسه الجامعه. فيقول الفرق بين الهرطقه والمؤمنين، الهرطقه اكتفوا بالايات المكتوبه او بالتسليم المكتوب ويهملون التقليد الشفاهي كانه بلا ايه بلا قيمه. فيرجع القديس باسيليوس يقول لهم طب اسالكم سؤال واحد، منين جبنا الاتجاه للشرق وقت الصلاه؟ ما احنا بنقف نبص للشرق وقت الصلاه، يجي واحد مثلا يقول لك الله، طب ما ربنا موجود في كل حته. يعني اباء الكنيسه من القرن الاولاني ما كانواش عارفين ان ربنا موجود في كل حته؟ عارفين، بس هم ليهم مدلولات روحيه ولاهوتيه عاشتها الكنيسه. انت عايشها ولا مش عايشها؟ القديس باسيليوس يكمل يقول لهم، منين جبنا طقس جحد الشيطان؟ هو ده كان مكتوب في كتب؟ منين جبنا صيغ الايمان؟ منين جبنا التخطيص ثلاث مرات؟ منين جبنا عاده الوقوف المستمر في يوم الحد؟ كل ده بالتقليد. فيرجع يقول الله، طب وليه الليتروجيه ما كانتش مكتوبه؟ يقول لانه كان في عدد من الموعوظين، وما يخص الاسرار يقال بطريقه غير معلنة لمين؟ للموعظين. ليه؟ لأنه مش هيفهم قوة الأسرار والعمل الروح القدس في الأسرار بالظبط كده، زي طفل ما اكتفاش إيه؟ ما اكتملش نموه. ينفع طفل تكلمه مثلا عن علم الذرة؟ طبعا لا، مش هيفهم. لما يكمل تعليمه تبتدي إيه؟ تشرح له. طب يكمل تعليمه إمتى؟ لما يقعد فترة في الكنيسة يتعلم، وبعد كده يجي الأب الأسقف يحس إن هو كده إيه وصل إلى حالة كويسة، وإنه ممكن ينال سر المعمودية.
فيبتدي يجي في اول الصوم الكبير الاسقف زي ما قالت الساحه إجارية يكتب اسمه في في كشوف الناس اللي اللي هتتعمد، وبعدين يعمده في بقى اللي كان بيعمد في سبت الفرح ويوم حد التناصير بحسب التقليد القبطي، يعني بحسب الميعاد المعين. فينال سر الاستناره، ينال سر الاستناره، فيبتدي يفهم ايه قوه الاسرار، ايه قوه التعليم، ايه قوه الايمان. يبقى عينيه مفتوحه نحو نحو السماء، ناظرين الى اشياء لا ترى. طب ده بيشوفها ازاي؟ يقول بعين الايمان. طبعا لما نتكلم عن الافخارستيه ده بنسميه الاجتماع الرسمي للكنيسه. الافخارستيه هو الاجتماع الرسمي للكنيسه. الرب مع جميعكم. الافخارستيه الاجتماع الرسمي للكنيسه. في اجتماعات كثيره جدا 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 في الكنيسه، لكن الاجتماع القوي الاجتماع الرسمي اقوى اجتماع تاج الاجتماعات هو الاجتماع الافخارستي. كل الاجتماعات كلها بتقودنا الى الى الافخارستيه. تخيل مثلا كنيسه قويه وخدام اقوياء عمالين اجتماعات ومدارس احد و و و والمخدوم ما بيحضرش قداس، يبقى ايه قوه الخدمه؟ خلي بالك القداس في جزئين، جزء قداس الكلمه سموه الموعوظين او اللي بيسمحوا للموعوظين انهم يحضروه، وقداس للايه؟ الانافوره او الذبائح او قداس المؤمنين. طب مالها التسميات دي؟ ما بتفكركش بحاجه؟ يقول العلامه اوريجانس، يقول لك خلي بالك النفس بتخطف فين؟ في قداس الكلمه، وبعدين يتم الاتحاد بها من خلال الافخارستيه. فالخادم لازم يفهم ان الافخارستيه هي اتحاد بمين؟ اتحاد بالمسيح. يقف الاب الكاهن يقول له لكي تؤلفنا بك، لكي تؤلفنا بك، توحدنا معاك، وبعدين لكي نكون مملوئين من روحك من روحك القدوس. ده اللي بتعمله فينا الافخارستيه. الافخارستيه حياه ابديه. يقف ابونا الكاهن في اخر القداس ويرفع الصينيه ويقول له فمنا امتلا فرحا، لساننا تهليلا، ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر. ايه كل ده؟ ده الملكوت. ما هو ايه ما لم تسمع به اذن ولم يخطر به؟ اعلنته. اعلنته فين؟ لنا نحن الاطفال الصغار. فين؟ في البيعه، في الافخارستيه. يبقى الافخارستيه هي مذاقه الملكوت زي ما علمونا كتير جدا من علماء الليتروجيه. طبعا مثلا ناخد بعض علماء الليتروجيه زي المطران كريستوس وير، يقول من خلال الشركه في جسد ودم المخلص القداس الالهي هو من يحفظ للكنيسه وحدتها. تاني يقول كده، من خلال الشركه في جسد ودم المخلص القداس الالهي هو من يحفظ للكنيسه وحدتها. معلمنا القديس بولس الرسول يقول نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لاننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. واحد يتكلم عن الوحده، الوحده لا تكون بعيده الا من خلال الافخارستيه. احنا فهمنا الافخارستيه عن انها توحد المؤمنين. ازاي؟ ده المفروض الخادم يبقى فاهم كده. يقول له كده في القداس اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهاره انفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. ازاي احنا في كنيسه نبقى واحد؟ فكرنا واحد، قلبنا واحد، جسد واحد، من خلال من خلال الافخارستيه. يبقى زي ما قال كاليستوس وير، يقول القداس الالهي هو من يحفظ للكنيسه وحدتها. التقليد القديم بتاع مدارس الاحد
قبل تغيير الخدمة يجمع كل الإيه؟ كل الخدام، يعملوا إيه؟ يصلوا قداس واحد مع بعض. إحنا كلنا جسد إيه؟ جسد واحد في شركة واحدة. طبعا عايز أقول إنه الليتروجية ومن خلال سر الإفخارستية والابتعاد عن سر الإفخارستية أمر بالغ الخطورة. عشان كده كل الاجتماعات لو ما كانتش بتقودنا للإفخارستية يبقى احنا كده ايه، كأننا عمالين نحرد نحرد نحرد، لكن ايه لسه الثمر ما ايه ما ظهرش. كل اجتماع كنسي في الكنيسة بيقود الى الايه، الى الإفخارستية. طبعا تخيل واحد بيحضر كل الاجتماعات وبعدين ما بيتناولش، ازاي وهو حياة أبدية لكل من يتناول منه. ناس تحضر قداسات كتيرة بس كانت مش بتتناول، ناس تحضر اجتماعات، اجتماع درس كتاب ودرس عقيدة واجتماعات روحية ومواضيع روحية ومدارس أحد، طب وبعدين والقداس والإفخارستية. واحد يقول لك الله ده رأي كده يعني سمعناه مثلا وظهر حديثا، وللأسف تردد هذا الكلام من بعض الخدام، الله هو مش مهم يبقى علاقته كويسة بالمسيح؟ طيب نسأله، طب مش من المهم انه يتحد بالمسيح؟ هو انت فاهم العلاقة ايه؟ اتحاد بالمسيح، كيف انال الاتحاد بالمسيح؟ عن طريق سر الإفخارستية. طب الكلام ده مين علمه؟ يقول اللي علمه غرغوريوس اللاهوتي، قال في عظة ليه في يوم 50، قال كده بالحرف الواحد، قال ايه؟ قال القديس غرغوريوس ان الابتعاد عن الإفخارستية امر بالغ الخطورة. تخيل بقى القديس غروريوس اللاهوتي قصارة اللاهوت قال كده للشعب، الابتعاد عن الإفخارستية امر بالغ الخطورة. ليه؟ يقول لانه حياة الانسان المسيحي ونوال الكمال لم يتم الا من خلال ايه؟ سر الإفخارستية. ده القديس غروريوس اللاهوتي. فشوفوا اباء الكنيسه عاشوا ازاي، ازاي عاشوا الليتروجيه. انا طبعا مش عايز اطول عليكم، لكن عايز اقول لكم ان الكنيسه عاشت 21 قرن الليتروجيه هي الايه، هي الاساس. التعليم من خلال ايه؟ الليتروجيه. طب واحد يجي واحد مثلا، ما هو احنا اهلا بنسمع شويه انتقادات غريبه، يجي واحد يقول لك ايه، يقول لك بس يا ابونا في مشكله، الكتاب المقدس كله ما بيتقريش فين؟ في الليتروجيه، في القداسات. نقول له مين قال لك كده، مين قال لك الكلام ده، جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ما هو امسك الكتمارس مثلا، ما فيش تنوع للقرايات، مش المفروض الكتاب المقدس يتقري طول السنه؟ اقول له هو انت ما قريتش ابدا تاريخ كنيسة، ولا كنت عارف انه في الصوم الكبير كانوا المؤمنين بيقرأوا الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد، والقديس كورولوس الأورشليمي اتكلم عن كده كتير، ما سمعتش عن الكلام ده؟ بلاش. ما سمعتش عن انواع القطمرسات اليومية اللي موجودة حتى في القرون الوسطى من ايام ابن كبر لحد القرن ال18 اللي فيها قراية لكل يوم؟ ما سمعتش عن الكلام ده؟ طب انت معذور ما سمعتش عن الكلام ده، بس احنا لما حطينا لك قرايات انت دلوقتي بقى متاح ليك الكتاب المقدس تقرا كل يوم. لكن كتمارسات الكنيسة وتاريخ الكنيسة بيشرح لك انه كان قراية كل يوم والكتاب المقدس كان معاش. ده اكتر من كده، دارس الليتروجية المتعمق يعرف ان حتى تسبيحات الكنسية زي الإبصليات وزي الميامر وزي سير القديسين اتكتبت بتأثير كتابي. يعني ايه؟ يعني اللي قاعد كتب ده ما عادش كتب وسال التاريخ، لا طبعا، عمل ايه؟ عاش الكتاب وفهمه وحفظه وطلعه في سورة مدايح. عشان كده
يكسر في المدائح والسير النصوص الإنجيلية. فيجي مثلا لما يجي يتكلم عن سيرة ماري جرجس يدي لك نص طويل لمحاكمة ماري جرجس، كل النص ده عبارة عن ايه؟ تعاليم كتابية. عايز يقول لك شايف الشهيد لازم يبقى حافظ الكتاب ازاي؟ شايف الشهيد لازم يعيش الكتاب ازاي؟ شايف الشهيد واللي بيقدم حياته لربنا لازم يكون انجيل معاش ازاي؟ فطلعت لنا حاجة اسمها ما يعرف بنمذجة السيرة. يعني ايه نمذجة السيرة؟ يكتب لك السيرة على حياة الرب يسوع، على سبيل المثال يعني للحصر. في قصة استشهاد بليكاربوس حطها نموذج لمين؟ لحياة الرب يسوع. يقول لك المسيح اتقبض عليه يوم خميس العهد. طب بليكاربوس قبض على امتى؟ يوم الجمعة الكبير. وبعدين حكموه رموه فين؟ في التنور او في الموقد. وبعدين النار ما اثرتش ايه فيه. مين اللي حكمه وحكم عليه؟ يقول لك واحد اسمه هيرودس، جندي اسمه ايه او قاضي اسمه هيرودس. هو بيعمل حاجه اسمها نمذجه الايه، بيقارن بين حياه الشهيد على انها نموذج لحياه المسيح. المسيح ادانا وصايا وتعاليم، وادي السيره العمليه بقى اللي انت يجب ان انت تعيشها وتتعلم منها. وبعدين يقول لك عمل ايه؟ جاء واحد من الجدود وعملوا ايه؟ زي ما طعنوا المسيح في حربه طعنوا بايه؟ بخنجر. فالوقت خرج منه ايه؟ دم ومات. يبقى بيوري لك نمذجه السيره على حياه الرب يسوع، ويدي لك تعاليم للكتاب المقدس. ممكن السيره تبقى في سطرين نختصرها، لكن من كسر التعليم الكتابيه اللي الاباء عايشينها ابتدوا يعلموها لك فين؟ في كل حته، في المدايح، في الالحان، في القداسات، في السير، في الطروحات. اصل دي ناس عايشه كتاب مقدس. ده كان في طقوس كتيره جدا زي طقس الدير الابيض مثلا ولا طقس الدير الحمولي يعملوا حاجه اسمها هيرمينات. يعمل ايه؟ ياخد لك كلمه من سفر المزامير، ما كانش عندهم جوجل ولا حاجه، ياخد كلمه من سفر المزامير زي ابنودي مثلا، ويطلع لك كل الايات اللي عليها من الكتاب المقدس او من سفر المزامير. ليه؟ ده راجل حافظ عايش، وبعدين بيطلع من ايه؟ من كنزه جددا وايه؟ وعتقاء. اصل ده راجل عايش لترجيه، فاهم مفهوم الليترجيه، فاهم قوه الصلاه، فاهم قوه التسليم. اذا الليترجيه هي حياه بالنسبه لنا. اللي بياخد الليترجيه على انها تعاليم نظريه، ابونا بيعمل، اصل في ناس كتيره جدا تقول لك ايه الطقس، ماله الطقس؟ يقول لك اصل في ناس اختلاف الطقس، واحد بيلف يمين واحد بيلف شمال. الطقس مش كده ولا الليترجيه كده، دي ممارسه بتعبر عن شيء ممكن نختلف فيها، لانه في الطقس الاثيوبي والطقس القبطي والطقس اللاتيني والطقس البيزنطي والطقس السورياني. لكن لازم افرق بين المحتوى الليترجي، هو محتوى ايماني معاش في الكنيسه لا يتغير، وبين الممارسة التي تنمو بحسب الثقافات وبحسب فهم الشعوب. يعني مثلا احنا ككنيسة قبطية، وبعدين الكنيسة الاثيوبية هي وليدة الكنيسة القبطية، خلاص. هل خدت، بالرغم انها خدت نصوصنا، ما خدتش الحاننا. ليه؟ عبر عن لترجيته بألحان تخصه ايه؟ تخصه هو، بحسب لغته هو، بحسب ايه؟ ثقافته. فالليترجية نفسها لم تتخاصم لا مع الثقافات ولا مع اللغة ولا مع عادات الشعوب، ده بالعكس. ده الليترجية المسيحية ولدت ناضجة. ازاي؟ لمت الثقافات دي كلها وعملت ايه؟ احتوتها، بس خلت المحتوى الإيماني في كل التقاليد دي هو محتوى إيماني ايه؟ ثابت، تقليد لا يتغير. ايه ده في أسئلة؟ طيب انا طبعا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وهكتفي بكده وهسلم لكم المذكره، يعني لو حد يعني تستعينوا بيها. و يعني لا، ده سؤال حد بيطلب صلاه طبعا لاولادنا في ثانويه عامه، ربنا ينجحهم كلهم بشفاعه امنا العذراء مريم وكل القديسين.
بشكركم على حسن استماعكم، وأرجو أنكم تذكروني في صلواتكم، وطبعا ربنا يدوم علينا باب الكنائس مفتوحة، وأن احنا نعيش لترجية حقيقية. وزي ما قال الشهداء في العصر الرسولي لما حاولوا يستثنوهم أنهم ما يعملوش قداسات، قالوا كده: نحن لا نستطيع أن نعيش بدون إيه؟ إفخارستية. الإفخارستية تقيم المسيحيين، أو المسيحيين يقومون الإفخارستية، والإفخارستية تقيم إيه؟ المسيحيين. كل سنة وانتم طيبين، ولا ربنا كل مجد دائم الأبد آمين. رائع جدا يا سيدنا، ربنا يديم حياة نيافتك وتعليم نيافتك لينا. سيدنا اتكلم في تخصص القسم الليتورجي وأهمية برضو الحال الليتورجية عند الخادم والخادمة، فبيقول ان اللي لو حد منكم يعني بيدرس الليتورجية وأسسها ودراستها يعد زي الكشكول اللي مليان بالمعلومات، لأن الليتورجية بتضم فيها كل الإيمان، بالإضافة كمان أن الليتورجية بتقدم كل الإجابات عن الأسئلة اللاهوتية والعقائدية اللي هي بتدور بيننا وبين بعضينا، أو بيننا وبين أولادنا كمان. بالإضافة اللي أنا يعني القاعدة اللاهوتية اللي سيدنا أشار بيها إلينا، أن ما أؤمن به أصلي به، اللي هي الليتورجية والتسبيحة الأبصال المدية، ما نسمعه في الضفنار والكتب القراءات الكنسية بأنواعها، دي اللي أنا بصلي بيها، هي دي اللي أنا بأؤمن بيها. القداس اليومي هو بمثابة الإيمان المسلم، يعني تكرار القداس وكل شوية ونفس الألحان زي ما سيدنا قال ونفس الكلمات، ما هو علشان ما ننساش الإيمان، ما ننساش مفرداته يعني مصطلحاته أفكاره. ده حتى البابا أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة بيقول إن احنا بنكرر التعليم دائما لأولادنا لأنه أشرف لنا أن نذكرهم بالإيمان من أن ينسوه، لأن يعني ممكن الناس تنسى الـ ما هو الثالوث، ما هي عقيدة السيوتوكوس، ما هو القداس الأسرار، ممكن الناس تنسى لو ما فيش تذكرة لها. فبيقول ده أشرف لينا أن احنا نذكر أولادنا كل شوية كل شوية، ونشرح كل شوية من أن هم ينسوا الإيمان. لأن كان في ناس بعتوله للبابا أثناء سألوه يعني كل شوية بتكرر العبارات بتكرر الإيمان، فهو كتب في كتاب تجسد الكلمة بخصوص برضو نفس الكلام اللي قاله لنا سيدنا. كمان سيدنا أشار إلى أن أهمية أن احنا نعرف أن اجتماع الكنيسة هو بمثابة التعليم اللي سابه لنا ربنا يسوع المسيح وكرز به الرسل وشرحه الآباء، ومن لا يؤمن به لا يستحق أن يدعى مسيحيا، اللي قال برضو العبارة دي البابا أثناسيوس الرسولي. كمان أن القديس غريوس السيولوغوس بيقول الابتعاد عن الإفخارستية أمر بالغ الخطورة، وزي ما شرح سيدنا الخطورة بين أن بتيجي من ناحيتين، ان الإفخارستية بتعلمنا الإيمان وتفكره لنا يعني، تاني حاجة الابتعاد عن خبز الحياة وسر الحياة ده خطر هيجيب عكسه ايه؟ عكس الحياة الموت. طيب انا بس أذن سيدنا يعني بسأله سؤال، بقول ان يفتك سيدنا بالنسبة الى برجاء يعني القاء الضوء على معنى التقليد، ماذا يقصد بالتقليد؟ هل هو تقليد العادات والشعبية أو العادات، ولا يقصد بها تقليد، ماذا يقصد بالتراديشن أو التقليد يعني؟ التقليد في حقل الكنسي في المصطلح الكنسي زي ما شرحه العلامة ترتليان، كل ما يخص العادات المسلمة
من الرسل والتي تخص الأسرار، تخص الأسرار، والتي لا نتحدث عن الموعظين عنها بعلانية لأنها تخص الأسرار. ده قاله القديس باسيليوس، قاله العلامة ترتليان، وقالت أن هذا التقليد لم ينمو بحسب العادة، لا ده تسليم، تسليم جيل بعد جيل، ده التقليد. فإذا قصده ما يخص الإيمان وسلم. إنما العادات الشعبية القبطية، العادات يعني الشعبية القبطية نمت في فرق بين المحتوى الليتورجي أو التقليد، محتوى التقليد، وبين العادة أو الممارسة. العادة أو الممارسة تختلف من منطقة لأخرى، دي اللي نمت بحسب فهم الشعوب أو بحسب تعبير كل واحد. يعني مثلا هل منها الصالح والطالح؟ يعني طبعا كل العادات في وقتها كانت مفيدة أو الكثير منها مفيد، وفي عادات منها ضار. على سبيل المثال يعني المفيد مثلا هو، تعال ناخد حاجة زي الاحتفال بالقديسين، ده ظهر بعد استشهاد بوليكاربوس، قالوا انه في السنة التالية ابتدوا يحتفظوا بتذكار الشهيد عند قبره، يبقى دي عادة جميلة جدا صالحة، وانتشرت في كل ايه، في كل المسكونة. وبعد كده مثلا زي عادة التسبيح الليلي في الكنيسة ظهرت في مصر، وعن مصر اخذ العالم كله، يبقى دي عادة ظهرت في منطقة، في اللي بياخد منها وفي اللي ما بياخدش منها، وبتفيد الإيمان، وتفيد الإيمان. وفي عادات ضارة زي مثلا يذكر مثلا القديس أغسطينوس أنه حارب عادة كان موجودة أيامه هو والقديس أمبروسيوس، حول أنه بعض الناس كانت تاخد أكل وتعمل احتفالات اللي هو زي احتفالات الموالد أيام تذكارات الشهداء، وقال كده أنه كان بتحصل أحداث صاخبة وأحداث مؤسفة، وفي ناس بتظهر منهم تصرفات غير لائقة. فعمل إيه القديس أمبروسيوس؟ راح منحها في ميلانو، وأمر الشماس بتاعه أنه ما ياخدش أي تقدمة أو يعمل أي احتفالات، وأمر الناس بكده عند المدافن بتاعت الشهداء، عند مدافن الشهداء، عند مدافن الشهداء. فجات القديسة مونيكا، ده الكلام ده كتبه القديس أغسطينوس في اعترافاته، جات القديسة مونيكا عملت ايه؟ هي كانت متعودة في كارتاجنة تقدم ايه؟ تقدم احتفالات وموائد في عيد الشهداء، فرفض الحاجب ان هو ياخدها ايه؟ ياخد منها الكلام ده، فهي زعلت. فلما عرفت ان الاسقف امبروسيوس هو اللي قال كده وهو معلم الفضيلة، يقول كده القديس أغسطينوس في اعترافاته، وامتثلت لقرار الأسقف. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم الأسقف صمام أمان للتعليم، مسؤول عن التعليم. وكان بيحصل سلبيات في الاحتفالات دي، وكان بيحصل سلبيات كتيرة زي دلوقتي، ممكن زي دلوقتي. ففي عادات طبعا ضارة بالظبط، وفي عادات وفي تقاليد. يعني مثلا يقول لك في أهل الصعيد مثلا كانوا مثلا الأرشدياكون مثلا يقول المزمور الأولاني في الخميس الكبير، وليه بعض المرضات مثلا في الطقس السكندري في كده وفي كده. فطبعا دي أمور تختلف، دي بنسميها عادة طقسية أو ممارسة طقسية. فرق بين العادة وبين المحتوى، المحتوى والتقليد الإيماني لا يتغير. في ناس عشان تلخبط الدنيا في بعضيها نسبت ما هو عادة إلى الإيه؟ إلى التقليد. يعني بمعنى أصح دخلت بعض العادات جوه الطقوس، بعض العادات، يعني مثلا حتى العادات الخاصة باستقبال الأب الأسقف مثلا، يعني في احد الزعف في بعض البلاد بيعملوا عاده للاب الاسقف يركب الركوبه ويفرشوا الملابس تحت الركوبه ويزفوه. بس اعتقد دي يعني هي ممكن نقول ايه، يعني حكايه فلكلور. هل في فرق بين الفلكلور والتقليد؟ طبعا، والتقليد بالتاكيد في فرق بين الفلكلور والتقليد، في فرق بين العاده
اللي انا تعودت عليها قد تكون خطا او صح او تختلف من مكان لمكان وبين التقليد الايماني المسلم للكنيسه. طب بس هي عاده الاغابي، عاده الاغابي كانت موجوده في الكنيسه الاولى اصيله. عاده الاغابي بعد القداس ده كان بيحضرها الاب الاسقف، الاب الاسقف يعني ويبارك والارخنه والارخنه طبعا. عايز اقول انه مفروض ان احنا نعرف بين ما هو لترجي اصيل وبين عادات نمت بحكم الزمن، عادات قد تكون بواسطة ابائنا الرسل طبعا، التقليد الرسولي ومكتوب، وفي بقى عادات نشات في المجتمعات ممكن فيها الكويس وفيها الخطا بالتأكيد. بحسب الثقافه والورث بقى يعني مثلا عادات التعامل في المدافن او الطلعه او الحاجه دي، ما دي فرعونيه، فالشعب المصري اخذها من الموروث الفرعوني، وده برضه احنا بنقول ده غلط يعني. دي غلط يعني. طبعا يكفي القداس هنا، واحنا بنذكر اسم المتوفي وكده يعني، دي افضل يعني، افضل طبعا. بقت عاده افضل من الايه، ان انا اوزع اللي احنا ممكن نروح بها المدافن. فهي برضه الخدام والخادمات يعرفوا يفرقوا بين في ما التقليد هو في مصطلح التقليد، مصطلح التقليد وبين الليتورجية وبين المحتوى وبين الممارسة اللي ظهرت في زمن وفي منطقة معينة. ممكن تنتشر وممكن ما تنتشرش، يعني ممكن تنتشر وممكن ما تنتشرش. يعني على سبيل المثال حال الطقس السكندري هو الطقس اللاتيني؟ لا طبعا، بحسب ثقافة الشعوب. يعني سيدنا بخصوص الأمر ده هو أنا كنت برضو حكيت إيه، لبس القلنسوة في الحياة الرهبانية، فلقيت في البعض يقول كان زمان كده بيلبسوا طاقية بس بدون قلنسوة. طيب ما هي دي عادة نشأت تحت ظروف قاسية، الفقر المدقع وهدد المباني الأجرة والفقر الشديد وعدم التواصل ما بين الشعب والأجرة في بداية من القرن ال14، فأدى إلى بساطة اللبس، لأن أساسا مش حد بيروح، وبقى كل الأعداد 4-5 في كل دير، فمين بقى هيقص ويشتغل ويعمل الحاجات دي بالنسبة للقلنسوة؟ ولكن هي الأساس والأصل مثلا يعني التقليد القلنسوة القبطية في بحسب سيرة الأنبا أنطونيوس وبحسب الإيه المصادر اللي هي جت فيها الفكرة ديت أو القلنسوة في الكتب التاريخية وكده، وفي بحث مهم أوي عملته عن كده ومثبتة. إنما نشأت عادة قد تكون أجنست أو مش مقصودة، لأن الفقر المدقع والعدد القليل وعدم التواصل ما بين برضو الظهير الشعبي والأجرة في القرون الوسطى أدت إلى ثبات حاجة، إنما هي مش الأصل برضو. فلا يسمى هذا تقليد في حال لو إحنا ما نقدرش نقول كان زمان بيلبسوا الطواقي، لا هو كان من 500 سنة إنما مش قبل ذلك يعني. فإحنا بنقول يعني إن إحنا إيه مهم إن إحنا لما بنقرا كلمة تقليد في الكتب بتاعتنا احنا بننظر لها بعين الفحص، لا هي عادات شعبية ولا عادات دخيلة قد لا تفيد او خلفة الاصول وهكذا. شكرا. في سؤال بيقول ما اوضحته الليتورجية في الزي الكهنوتي. طبعا الزي الكهنوتي بيختلف من كنيسة الأخرى ومن طقس الآخر، زي ما قلت لكم بحسب عادات كل مكان وكل منطقة يعني هل زي الكهنوتي في الكنيسة القبطية هو نفسه في الكنيسة البيزنطية، هو نفسه في الكنيسة اللاتينية، في الكنيسة الأرمنية؟ طبعا كل طقس ليه ما يميزه. وفي كمان احنا أحيانا ناخد من طقوس، يعني نستعير حاجة من طقس يستلف من طقس آخر ونتأثر بطقس آخر يعني. ده الكلام ده حتى من زمن بعيد جدا.
في هنا شوية أسئلة بس معظمها أسئلة كتاب مقدس، فدي ممكن الآباء يجاوبوها. يعني أنا هتكلم في اللي يخص الليتروجية. في حاجة من الليتروجية؟ نعم؟ منها طورين كده. ممكن يا سيدنا طفل في مدارس الأحد شقي وعمل حاجة غلط، بس في عشان غلط. هو طبعا هنا سؤال، يعني ممكن يا سيدنا طفل في مدارس الأحد شقي وعمل حاجة غلط وزعقت فيه علشان عمل أو قال كلمة غلط، جاء في الآخر في الآخر اعتذر له ده غلط كده، وأعمل إيه؟ أنا طبعا مش عايز أزعله، بس في خدام كتير بيقولوا شو هو غلط، ممكن نقول أعمل إيه؟ بص طبعا يعني أي حد بيتصرف تصرف غير لائق في الكنيسة لازم من الأول بنوجهه، مش شرط يبقى بعنف، مش شرط يبقى بعنف، لكن بالتفاهم كده. لكن في أحيانا لو لم يستجيب بنضطر ناخد موقف. لكن طبعا لو اعتذر يبقى نهاية أمر خير من بدايته. طبعا ده هو المفروض ان هو يتعلم مهابة الكنيسة. نعم؟ فتعود على الغلط. بص هقول لك حاجة، تصوني بس هقول لك حاجة. نمرة واحد، لازم نعلم أولادنا مهابة الكنيسة. نمرة واحد، لازم نعلم أولادنا مهابة الكنيسة. كل المصايب اللي احنا فيها اليومين دول بسبب عدم احترام الكنيسة. يجي واحد يقول لك الله يا ابونا ده انا ما بستفدش من القداس. طبعا ولا هتستفيد. ليه؟ لان انت ما بتحترمش الكنيسة. تدخل الكنيسة مش قادر تفرق ما بين الشارع وبين الكنيسة، تتكلم بصوت عالي، تتكلم باسلوب غير لائق، تزعق في ده، تتخانق مع ده، تتخانق مع جارك على الدكة ولا على الكرسي اللي جنبك، تتكلم في الموبايل. فين بقى لبيتك يا رب طليق القداسة؟ علمونا زمان الخدام اللي علمونا، يعني لما تدخل الكنيسة تسجدي ثلاث سجدات، السجدة الأولانية نسجد لك أي المسيح، السجدة الثانية أما أنا أدخل بيتك، السجدة الثالثة أمام الملائكة، ثلاث سجدات. دلوقتي مفيش الكلام ده. ليه؟ لأنه مهابة الكنيسة راحت. فيبتدي التصرفات الغير لائقة وعدم احترام الكنيسة. طبعا إيه اللي بيخلي الإنسان ربنا يملاه؟ لما يكون عنده حب التعلم. ده مش عنده حب التعلم هيتملي ازاي؟ نمرة واحد، اول درس ان انا اعلم ازاي الناس مهابة الكنيسة. ما ارهب ده قديس يعقوب قبل الاباء كده، ما ارهب هذا المكان. فطبعا احيانا التساهل يقولك اصل الوقت هيزعل، ده مش هيجي تاني، مش هيجي تاني نفتقده، لكن يقعد في الكنيسة باحترامه. ما تزعليش مني، يعني لازم باحترام. الله قاعد وعمال يشوشر على كل الاولاد. الله ده كده وضع مش صح. يبقى مش يا ريت هو مش بس هيستفيد، لا ده عايز غيره ما يستفيدش. الكنيسة ميناء للخلاص. الناس بتيجي الكنيسة عشان تنال الخلاص، مش نادي اجتماعي. ده نقطة مهمة جدا، مش عشان احنا بنقضي وقت مع بعض. في نفس الوقت الكنيسة مش محكمة، مستشفى. يعني بطبطب وبنصح وبدي محبة، لكن لا أستطيع أن أفقد مهابة الكنيسة.
يعني مع احترامي يعني. سؤالي هنا خاص الموضوع، يقول ولما كان جاء المساء جاء مع الاثنى عشر وفيما هم متكئون يأكلون. السؤال: لماذا لم تعد الكنيسة المعاصرة سر الإفخارستية في المساء وينعقد القداس الإلهي مساء وليس صباحا؟ بصوا يا جماعة، الموضوع ده مر بمراحل كتيرة جدا. المرحلة الأولانية أنه هو فعلا كان بيتم في العشاء في الكنيسة الأولى في العشاء واستمر إلى صباح الحد، وده احنا تقريبا بنعمله بس بصوره مش واضحه. يعني نعمل العشيه وبعدين نعمل التسبحه وبعد كده نعمل القداس. في عصر الاضطهاد كان المسيحيين او المسيحيون يتسللون ليلا عشان يصلوا طول الليل، وبعدين قبل فروغ الفجر يقيموا سر الافخارستيه. طب كانوا بيقوموه امتى؟ في الفكر اليهودي كانوا بيقدموا بفكر اليهودي بين في فتره العشاء، يعني من عشاء من السبت من عشيه السبت خلاص اللي هو يوم الرب الى صباح الحد، لانه في الفكر اليهودي كان مساء وكان صباح يوما واحدا، فاليوم يبتدي باليوم ايه العشيه اللي قبله. طيب في الفكر الروماني، الفكر الروماني تبدا الساعه بحسب التقويم الروماني، يعني الساعه واحدة صباحا في يوم الحد هي يوم الحد. فلما الكنيسة انتشرت إلى العالم كله ابتدوا يقيموا سر الإفخارستية في تذكار قيامة الرب. ليه؟ كانوا يقيموا في يوم الرب والوقت اللي قام فيه إيه؟ الرب. ليه؟ لأنه بالنسبة له من القرن الأول الميلادي فاهم أن الإفخارستية هي قيامة، فكان يتسللون ليلا ويقوموا الإفخارستية ويمشوا من القداس قبل ما نور الفجر يطلع، عشان إيه؟ كان العبادة المسيحية عبادة غير معلنة، فكانوا يتسللون ليلا في الكهوف والمغاير والمقابر إلى آخره. وحتى كانوا، طب الناس تعرف من المكان كانوا يحطوا لوغو، إيه اللوغو دوة؟ زي الإما صليب أو الإيه؟ سمكة رمز إخسيس، كلمة يسوع المسيح المخلص. بعد كده بعد زمان الاضطهاد بعد مرسوم ميلان أصبحت العبادة المسيحية عبارة إيه؟ رسمية. فبقى القداس يتعمل فيه أوقات كتيرة جدا، والأوقات اللي الناس فيها يعني فاضية ومش مشغولة وتقدر تصلي براحتها، وأصبحت الليتروجية بتأخذ الطابع الكاتدرالي، يعني يقولوا في ألحان وطقوس وتتأثر بقى بعادات الشعوب وتاخدها وبيسموها ايه، تجعلها بصبغة مسيحية وهكذا. فالمعاد ده مر بمراحل كتيرة جدا، وحتى في القداس كان بحسب كتاب الديداخي يقول اجتمعوا يوم الرب، كيرياكي يوم الرب، يوم الايه؟ يوم الحد. في الكنيسة القبطية يذكر التاريخ أن كان السبت مقربا مثل الحد، فكان يعملوا قداسات سبت وإيه وحد لحد قرون طويلة جدا، وعندنا قرايات سبت وحد في مخطوطات كتيرة جدا. وبعد كده ابتدوا بعد عهد البابا خرسوزولو ابتدوا يعملوا قداسات كل إيه؟ كل يوم، ويدعوا لها قرايات كل يوم، فبقي عندنا جدول قرايات للأربعاء والجمعة، جدول القرايات كل يوم، وجدول القرايات مرتب على السنكسار، وحتى جدول القرايات كل يوم يذكر ابن كبر انه كان اللي وضعه الاسقفين اوسابيوس وامونيوس. يعني قصدي الميعاد حصل له تطورات كتيره بحسب احتياج الكنيسه. مين اللي بيقرر؟ مش اي حد بدماغه، الايه؟ الكنيسه. لا، راى الروح القدس وايه؟ ونحن. ده الطفل اللي هو كان مشاغب ده، انا بس هنا في حاجات مش عارف اقراها. يعني مثلا معجزات كثيره عملها الرب يسوع، منها معجزه كان يقول لا تقول لاحد، منها معجزه الشفاء الابرز، جاء وسجد للرب قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني، فمد يسوع ولمسه قائلا اريد فاطهر، فقال يسوع انظر لا تقل لاحد. ما المقصود بهذا القول؟ بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه بس مفهوم
برضو هو يعتبر مفهوم أبائي لاهوتي لتركي. في فرق إيه مفهوم المعجزة في الكتاب المقدس أو في الحياة المسيحية؟ المعجزة في تعليم الآباء هي سمية. سمية يعني إيه؟ آية للمؤمنين لتقوية الإيمان، حتى لو لغير المؤمنين عشان تجذبهم للإيمان. وليست الآية هي، ما استخدمش عبارة صفمة رغوص يعني إبهار، لأن الموضوع مش جلا جلا، الموضوع من أجل الإيه؟ الإيمان. هذه كتبت لإيه؟ لتؤمنوا. فالسيد المسيح لما بيقول لحد ما تقولش لحد، يبقى هو عارف اللي هيقوله ده مش هيبقى عنده جذور الإيمان، لأن المسيحية هي آية عشان تنمي إيماننا، تقويه، تثبته، مش الموضوع إظهار عجائب وبس. لأنه في ناس كتيرة شافت معجزات المسيح قالوا إيه؟ ده رئيس الشياطين يخرج الإيه؟ يخرج الشياطين. فرح السيد المسيح قال لهم كلمة شديدة جدا، قال لهم كل التجاديف تغفر للناس إلا من يجدف على الروح الإيه؟ القدس، اللي ليه الفكر ده والمعاند، اللي حتى عمل الله ينسبه للشيطان مش ممكن تبقى إيه؟ ليه توبة. يعني الأمر صعب شوية. طبعا مزمور 136، توبة لم يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة، ما المقصود بأطفالك؟ يعني في ناس طبعا فصلتها تفسير رمزي إنه الأطفال هي الخطايا الصغيرة. لما أنت تضبط نفسك في بداية الأمر مش هتتطور إلى الخطايا الإيه؟ الصعبة. يقول لك توبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، يعني الأول مشورة، الأمر صغير أهو، وبعدين لو أنت ما خدتش بالك وتطور بالأمر ونسيت، يقول لك هيقف، يفضل واقف فين؟ في طريق الخطاة، وبعدين ما خدتش بالك هتجلس في مجلس المستهزئين، ودي أصعب حالة، ده أنت قاعد وأي حاجة عمال تتريق عليها، أي نصيحة تاخدها وترميها ورا إيه؟ ورا ظهرك. ليه؟ أصل أنت في البداية ما حطيتش أبواب. طب مين الصخرة؟ الصخرة هي المسيح. عشان كده كل شهوة وكل خطية في بدايتها بحطها عند مين؟ عند المسيح، عند الكنيسة، عند أب الاعتراف. فأب الاعتراف يعمل إيه؟ حتى لو كانت بسيطة فيديني الحل. طب الحل ده من فم مين؟ من فم المسيح. مين المسيح؟ الصخرة. يكون محالين من فمي بروحك الإيه؟ بروحك القدوس. يبقى مين اللي بيحالل؟ يبقى أي فكر ولو بسيط في البداية حطه عند رجلين مين؟ المسيح. والمسيح هو اللي هيديك إيه؟ معونة. يضرب هذه الأطفال البسيطة، يسموها الثعالب الصغيرة، فلا تستطيع أن تتسلق وتدخل داخل النفس. في حد كان رفع، حضرتك كنت رفعت في آية إصحاح 2 عدد 3 في أيوب، لا أنا حد بس يقراها لي. وقد إيه؟ هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. ما المقصود بهذا؟ ده تعبير عشان يشرح ليه ربنا سمح بالتجربة. يبقى ده تعبير استخدمه الكتاب المقدس عشان إيه؟ يقرب المفهوم بالنسبة لنا. الله بسبق علمه عارف ان ايوب هيتعدى كل هذا، فسمح بالتجربه لحاجتين. نمره واحد تنقيه ايوب، الحاجه الثانيه عشان يدينا مثال يشوف اولاد القديسين، اولاد الله القديسين الابرار بيعملوا ايه وعندهم صبر واحتمال ازاي. الحاجه الثانيه عشان يظهر ان الشيطان هو المشتكي على اولاد الله. على فكرة الشيطان بيفضل يشتكي على أولاد الله حتى لمين؟ لربنا. يقول له مش هم دول شعبك اللي انت حبيتهم؟ مش هم دول اللي انت صلبت علشانهم؟ مش هم دول اللي انت عمال تديهم نعم؟ طبعا ربنا بيسمح يسمع، لكن بيسمح بتأديب
من أجل الإنسان لخيره، أو بيسمح للتجربة في وقتها قد ما يحتمل. عشان كده لحد ما احتمل أيوب ربنا إيه؟ قال له وقف على كده، نفسه ما تأيه؟ ما تأذيهاش. عايز تجربه في جسده، في مراته، في ولاده، في ماله، لكن لحد نفسه وإيه؟ وستوب، أنا مش هسمح لك. ليه؟ لأنه هو في إيدي، ده ابني، أنا هدافع عنه. فالتعبير هيجتني عليه ده تعبير بس عشان يفهم إزاي الشيطان مش ساكت. زي اللي بيعمله الشيطان أمام الله بيعمله قصاد الحكام والولاة في عصر الرومان وعصر الاضطهاد وعصر الاستشهاد، زي ما بيعمله الشيطان في الوثنيين والغير مؤمنين انهم يهيجهم على اولاد الله. ده الشيطان بيعمل كده، يقول لك هيجي وقت ماله كل من يقتلكم يظن انه يقدم ايه؟ يعني قربان لله، كانه بيقول ايه؟ يعني بيجامل ربنا. فدي كلها حاجات عشان تفهمنا ان الشيطان مش هيسكت. في اكتر، انه قصاد ربنا بيشتكينا، مش هيشتكينا لاعوانه الذين ينفذون مشيئته، يعني الناس اللي هم لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون ايمانا حقيقيا ولا 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 ولا. هبتدي فيه ايه؟ هياج يبتدي الشيطان يهيج على أولاد الله، زي ما يقول في الترنيمة، فهيج الشيطان الحكام فقام الولاة، وبعدين جاء عصر الاستشهاد، واحد زي دقلديانوس، واحد زي ديديانوس، واحد زي نيرون، وعمل عصور استشهاد صعبة جدا، يعني زي ما موجودة في الكتب. ذكريات عن أبونا زكريا. أبونا زكريا كان أستاذنا في كنيسة العذراء مصرة، وكان إنسان ملاك بمعنى الكلمة، كان يمتاز بالمحبة الشديدة جدا والاتضاع الشديد جدا، وكان يمتاز بالبساطة، وكان يمتاز بنقاء القلب. قعد خدمة طويلة في مصرة، أعتقد يعني إنه ما زعلش حد ولا حد زعل منه، وأعتقد إن في كنيسة هنا لكان أبونا زكريا بيزعل حد ولا يزعل أو حد يزعل منه. طبعا أنا طبعا بعتذر إن أنا معرفتش غير بعد نياحته بفترة، لأنه هو كان يعز عليا جدا، لأن أنا تعلمت منه كتير. يكفي إن احنا تعلمنا منه درس، إنه مش كل كلمة أقف عندها. يقول لي هو كان يقولك عندك ودنين، فوت من هنا وعدي من هنا، مش كل كلمة أقف عندها، وإلا هتفضل تسمع وتتضايق. لما دخلت الدير الأمانة لقيت أب اعترافي أبو نرويس البراموسي بيقول لي نفس الكلمة، خلي بالك لا تدع سلامك في أفواه الإيه؟ الآخرين. فيعني قلت له الكلمة دي سمعتها قبل كده. فطبعا ربنا يناح نفسه ويصلي عننا أمام المسيح. أنا بشكركم كتير جدا على محبتكم اللي أنا ما استحقهاش، وعلى محبة سيدنا، وأنكم احتملتوني وسمعتوني، ويعني أرجو أنكم تذكروني في صلاتكم. شكرا ليك. شكرين جدا جدا يا سيدنا على هذه الكلمات الجميلة اللي فيها تعليم وفيها حب كبير في إرشادنا كخدام وخادمات. وفي إحدى الخادمات بعدها بتقول يا ريت إن إحنا كخدام وخادمات ما نكونش مدرسين، لكن خدام علشان نحتضن المخدوم ونربح النفوس للمدى. ده شيء ده طبعا بديهي، لابد إن إحنا نحتضن أولادنا بكل ما يحملوا من سلبيات وإيجابيات، لازم نحتضنهم علشان ما يعصروش من الكنيسة أو من الخادم أو الخادمة لو تعنف معاه أو تنمر عليه. ده شيء مطلوب، يمكن احنا محتاجين نموذج علشان هم يتعلموا مننا كل شيء صالح،
لأن التعليم التفاعلي من أهم طرق التعليم، إن أنا أتعامل معاه إزاي، يشوفني واقف بصلي إزاي زي ما قال سيدنا، علشان نعلمه يدخل ويوقر ويبقى في الكنيسة يحترمها ويوقرها، لازم أنا أعمل كده يشوفني بالطريقة دي، هو هيعمل زي ويتمثل بي. ربنا يبارك حياتكم.